امبارح الحقيقه حلقه خط احمر، واعتقد كل الحلقات النهارده في الترند وفي السادسه، وكل الناس بتتكلم في هذا الامر، لانه امر الحقيقه لا يصح ان يخرج من افواه بعض الاعلام. حضرتك بتتكلم في السياسه، انت مالك ومال الرياضه؟ اتكلم في السياسه زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه. فانت بتعتبر ان انت مفكر في السياسه مفيش مشكله، لكن الرياضه مالكش علاقه بيها، في حاجات كتيره جدا حضرتك ما تعرفهاش وغيرك وغيرك ما يعرفوهاش. ما يعرفش ان جمهور النادي الاهلي ده بالنسبه للاعيبه وللمجلس الاداره ولكل الناس هو خط احمر في كل شيء. هو خط احمر، الجمهور النادي الاهلي ده هو الاساس في كل البطولات من 1907 لغايه دلوقتي. فما ينفعش حد يطلع يتكلم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، لن نرضى بهذا الشكل ولا بهذا الاسلوب، لانه في النهايه احنا جمهور ملتزم بنحب نادينا بطريقتنا، محدش له ان هو يقول لنا حبوا ناديكوا ازاي، احنا بنحب نادينا كده، الاهلي فوق دماغنا. الاهلي فوق دماغنا كلنا، فوق دماغنا كاهلاويه كلنا. مش اي حاجه تانيه. فعمرنا ما هنقبل مثل هذه الامور.